يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا منورنا في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي احد نجوم النادي الاهلي في رياضه السباحه. وزي ما اكيد حضراتكم تابعتوا معانا من خلال هذا التقرير الحقيقه ليه مشوار مليء بالانتصارات. منورنا النهارده محمد عادل مصرحي. صباح الفل عليك. صباح الفل. منورنا. صباح الخير. انت اول مره برنامج ولا لا؟ تاني مره. تاني مره. طب الموضوع بسيط وانت في القناه بتاعتك مفيش اي حاجه واحنا بندردش واحنا مبسوطين بيك بجد. خلينا نبدا ونعرف الناس برضو عن ابطالنا. يعني خلينا نبدا بالبدايه بتاعتك. امتى ابتديت اصلا تتمرن؟ ايه اللي خلاك تروح للسباحه تحديدا؟ هو انا ابتديت اتمرن وانا عندي 4 سنين، كنت يعني لسه صغير يعني. فبعدين واحده واحده بدات احب اللعبه يعني، ف هو ده اللي خلانا اكمل فيها لحد دلوقتي. لو في الاول الاهالي بيبقوا مش عارفين يودوا فين يلعبوا، فبيودوا مني حاجات بالزبط. منها السباحه بتبقى معروفه. وبعدين بدات اكمل بقى يعني لحد ما الحمد لله يعني. لحد ما الحمد لله حققت انتصارات كتير وشاركت في بطولات كتيره وخصوصا بطولات عالميه كمان. ومع هذا يعني برغم كثره مشاركتك في بطولات دوليه، لكن انت دايما لما بتتسال بتقول ان من احب الامور اللي عدت عليك في مشوارك الرياضي هو مشاركتك في بطوله العالم للناشئين. اشمعنى البطوله دي بتعتز بيها مع ان انت بعد كده يعني ولعت الدنيا زي ما بيقولوا؟ لان هي كانت اول بطوله عالم ليا يعني في حمام السباحه يعني بسين. انا طلعت بطولات عالم قبليها بس كانت في الطويله. هي دي كانت اول بطوله عالم ليا في البسين يعني. عشان كده بتعتز بالبطوله دي بصفه خاصه. هي دي كانت اول حاجه ليا ان انا ابدا مشواري في بطولات العالم في البسين وكده يعني. جميل.